ولتسليط الضوء على آخر التطورات في غزة واستمرار العدوان الصهيوني، ينضم إلينا عبر سكايب من بروكسل منسق المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية الأستاذ أحمد فراسيني. حياكم الله أستاذ أحمد، أهلا بك. كما ينضم إلينا عبر الهاتف من أمستردام المتحدث باسم حملة مواجهة قانون القومية الإسرائيلية الأستاذ ماهر حجازي. حياكم الله أستاذ ماهر. حياكم الله، أهلا وسهلا. أهلا بك. لعلي أبتدأ معك أستاذ أحمد، في ظل هذا التصعيد المتواصل من قبل قوات الاحتلال في عدوانها على قطاع غزة، كيف ترى موقف نتنياهو السياسي، وهل بات مرتاحا أكثر لمتابعة يعني عدوانه، خاصة في ظل ما يجري الحديث عنه عن صفقة بينه وبين الرئيس الأمريكي، أم أن وضعه يزداد سوءا داخليا؟ يعني كما أقول دائما، أنا لست بمحلل سياسي، بل أتعامل مع المعطيات، ولذلك ما أراه وما أسمعه من نتنياهو هو إصراره على إكمال هذه الحرب مهما كلفت الأثمان، وهو مصر على المواصلة بارتكاب الجرائم، وأن الأصوات التي تنادي إسرائيليا أو من داخل المجتمع الصهيوني بأن يرتد أو يتراجع أو يجد، لأن هذه الأصوات هي مختلفة، فمنها من ينادي بأن تكون هناك أدوات أخرى من أجل الإفراج عن الرهائن، وهناك أصوات تقول بأنه يجب رفع الدوز الإجرامية من أجل الإفراج عن هذه الرهائن. لذلك يعني ونتنياهو يكمل المشوار وما زال يعني مستمر، بالرغم من وجود بعض التكتيكات العسكرية على الأرض وبعض الانسحابات من هنا أو هناك، أو من بعض تغييرات المواقع، تغيير بعض المواقع العسكرية، إلا أنه يعني وبالتالي وحتى اللحظة فعليا هو مغطى سياسيا، وهو يعني ما زال يمارس القفز فوق القانون الدولي وحقوق الإنسان وكل المنظومة القانونية الدولية، وما زال يعني يستطيع الفعل بما يشاء دون حسيب أو رقيب. وهم يضعوا في الحسبان بأن دولة الاحتلال ستخسر شيء من التضامن وربما ستكون هناك محاكمات، ولكن حقيقة لو وضع نتنياهو بالميزان بالنسبة له، ولو أخذنا الموضوع من وجهة نظري، لو وضع بالميزان يعني قضية التضامن الذي هو أي يعني لم يكن يوما يسعى له التضامن الجماهيري الشعبي، بل كان يسعى للدعم الرسمي من بعض الدول في العالم وأهمها الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، أستراليا، كندا، بريطانيا، الدول الاستعمارية عمليا. ولذلك إن وضع في الميزان اليوم قضية التضامن الشعب الجماهيري مع الشعب الفلسطيني وغياب التضامن مع دولة الاحتلال وغياب المحاسبة أو مع بضع من محاسبات ومحاكمات لبعض قادة الحرب بعد الحرب، فإنه بالتالي يعني سيخرج بنتيجة أنه من المربح له أن يكمل العملية وينفذ الجرائم التي خطط لها وكانت موضوعة على الطاولة منذ سنوات وعشرات السنين: تهجير الشعب الفلسطيني، الإبادة الجماعية، مصادرة الأراضي وما يسمى بالحزام الأمني لمصادرة مصادرة جديدة للأراضي في قطاع غزة كما هو الأمر في الضفة الغربية وقطاع والقدس. لذلك هي عملية منهجية يقوم بها الاحتلال، وإن دفع بعض الأثمان فهذه الأثمان ليست بالمستوى المطلوب كي تردعه عن ارتكاب الجريمة. نعم، أنتقل بسؤال هنا إلى الأستاذ ماهر حجازي ضيفنا عبر الهاتف. أستاذ ماهر، يعني كما ذكر الأستاذ أحمد، يعني نتنياهو يواصل حربه وعدوانه على قطاع غزة رغم كل هذه الجرائم والمجازر. السؤال هنا يعني الخسائر لكيان الاحتلال ربما يعني مكيالها طفح، أو يعني الخسائر طفحت عن الكيل وعن قدرة هذا الكيان على التحمل. السؤال هنا، ما الذي يعول عليه نتنياهو؟ ما الذي يعني لم يستخدمه بعد لإنجاح حملته ويمكنه استخدامه الآن؟ نعم، بداية تحية لك ولضيفك وللسادة المشاهدين. يعني حقيقة اليوم فعلا يتكبد هذا الاحتلال الإسرائيلي
خسائر كبيرة سواء كان في المستوى العسكري والسياسي وأيضا في المستوى الدولي، يعني بروز مواقف دولية تندد بهذا الإجرام. لكن واضح بنيامين نتنياهو يصر على أن يواصل هذا العدوان على شعبنا وجرائم الإبادة التي يرتكبها بحق أبناء شعبنا داخل قطاع غزة من مصلحة شخصية. يعني الواضح أنه بنيامين نتنياهو لا تهمه مصلحة الكيان الإسرائيلي ولا حتى ملف المختطفين وكذا، ولكن هو يتهم بمصلحته الشخصية. وبنيامين نتنياهو يدرك أن اليوم التالي لوقف هذا العدوان سيكون على موعد مع المحاكمة، وهذه الحرب ستكون هي النهاية السياسية لبنيامين نتنياهو. بالتالي هو يحاول يعني أن يواصل هذا الحرب أو أن يطيل أمد هذه الحرب ليطيل أمد بقائه في السلطة أو في المشهد السياسي الإسرائيلي. بالتالي اليوم، وهذا يفسر حقيقة اليوم ما يتعرض له داخل المجتمع الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وما بدأ يتحدث عنه وسائل الإعلام منذ فترة، ولكن اليوم بدأ وضح، يعني خاصة اليوم فيما صدر عن عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن هناك خلاف كبير على المستويات السياسية والأمنية والعسكرية داخل الكيان الإسرائيلي. الخلاف بين بنيامين نتنياهو ومنعه لوزير الدفاع الإسرائيلي من أن يلتقي رئيس الموساد والحديث في ملف المختطفين، ونحن نعلم أن رئيس الموساد الإسرائيلي هو الذي أشرف على إبرام صفقة التبادل للأسرى لمدة 7 أيام وقت إطلاق النار. وبالتالي بنيامين نتنياهو غير معني صراحة بإنهاء الحرب وإنهاء العدوان أو إنهاء ملف المختطفين، لأن ذلك سيكون هو إنهاء، يعني نهاية الحرب ستكون هي نهاية لبنيامين نتنياهو. حقيقة اليوم هذا يعني نتنياهو وحكومة الحرب والمجتمع الإسرائيلي الجميع واضح أن هناك تخبط، لأنه يواصل إجرامه. يعني اليوم عندما تحدث عن بدأ يعمل يعني ينفذ إعدامات ميدانية للمعتقلين والأسرى في مناطق التوغل البري، وبالتالي هذا الاحتلال يصعد من إجرامه تجاه أبناء شعبنا. نتحدث اليوم عن أكثر من 21 ألف أو تقريبا نصل ل 21 ألف شهيد فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأيضا تدمير في البنى التحتية وقصف المشافي، بالإضافة إلى أنه هناك مواقف دولية يعني بدأت تتحدث عن ضغط على بنيامين نتنياهو لوقف هذا الحرب، وما يجري الحديث عن صفقة تبادل ووقف إطلاق نار، وأن المقاومة الفلسطينية أكدت أنه لن يكون هناك أي حديث عن تفاوض أو صفقة تبادل أسرى إلا بوقف لهذا العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا. وبالتالي اليوم الحكومة الإسرائيلية، حكومة الحرب وبنيامين نتنياهو، الخلافات بدأت واضحة في المستويات السياسية والأمنية والعسكرية، والواضح أن هذه الحكومة تعيش حالة من التخبط، وخاصة بنيامين نتنياهو. وأعتقد أنه هناك حالة من الضغط، يعني اليوم أيضا في كلمة بنيامين نتنياهو أمام الكنيسة الإسرائيلي كان بحضور مجموعة من عائلات المختطفين، كان هناك رفض لتصريحات نتنياهو، والذي أيضا يعني لا يزال يتحدث رغم قناعة نتنياهو أنه لا بديل عن الإفراج عن المختطفين أو الأسرى داخل قطاع غزة إلا من خلال صفقة التبادل كما أثبتت التجربة خلال 7 أيام. وبالتالي بنيامين نتنياهو لا يزال يصر، يعني وهي مجرد تصريحات إعلامية، ولكن هو يدرك عكس ذلك أنه لا يستطيع من خلال هذا الضغط العسكري على أبناء شعبنا واستمرار المجازر والقصف والقتل أنه يستطيع الإفراج عن الأسرى، وأن الطريق واضح للإفراج عن الأسرى والمعتقلين من خلال صفقة تبادل. ولكن المقاومة يعني قالت وتحدثت وأكدت أكثر من مرة أن أو لا يكون هناك صفقة تبادل إلا بوقف إطلاق النار. وبالتالي يعني نتنياهو وحكومة حربه تعيش أزمة حقيقية من هذا العدوان على شعبنا داخل قطاع غزة. نعم أستاذ أحمد، يعني الصحف ووسائل إعلام صهيونية كما تعلم تحدثت عن وجود صفقة بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس الأمريكي جو بايدن يعني مواصلة هذا العدوان، ما دامت أو بشرط استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، استمرار وصول فيما طبعا إذا صحت هذه الأنباء، استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع هل يشكل مخرجا للإدارة الأمريكية ولحكومة نتنياهو للخروج من هذا الحرج الحاصل في متابعة هذا العدوان؟ هذا ما جرى حقيقة، يعني هذا موضوع مهم جدا.
إذ أن القمة العربية والإسلامية خرجت ببعض المقررات ببعض المخرجات، ومنها فك الحصار على غزة. فلماذا ذهبت إلى مجلس الأمن من أجل التصويت مع علمها بأن هناك شبه إجماع، ومع ذلك خالفتهم الولايات المتحدة؟ هناك إجماع في إذا إن شئنا القمة العربية الإسلامية، مجلس الأمن، الاتحاد الأوروبي، الكل يجد اليوم بالمساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة مخرجا و يعني شيئا لحفظ ماء الوجه، ويعني المخرج الأخلاقي إذا شئت لهؤلاء، في حال أنهم يعني هناك حالة من العجز عن وقف على وقف إطلاق النار وإنهاء هذه الجريمة. الإصرار الصهيوني الإسرائيلي الاستيطاني على مواصلة هذه الجريمة يحرج هؤلاء، ولا يبقي لهم إلا قضية إرسال المساعدات. كنا وما زلنا نقول بأن الاتحاد الأوروبي مثلاً وجد نفسه وكأنه ان جي او للمساعدات، يرسل مساعدات بعد ارتكاب جريمة ما، ولا يستطيع من منع ايقافها او منع ارتكابها. اذا يعني بعد ما تتم الجريمة يرسلون بالمساعدات، نعم، يعني ومع هناك أيضا، ذلك عفوا أستاذ سمي أستاذ أحمد، يعني هناك نقطة هامة أيضا، وهو لربما هناك تناسيا أن هذه الجرائم تقع على المدنيين أنفسهم. يعني أنت تقتل المدنيين ثم تدخل المساعدات الإنسانية لهم. حتى إدخال المساعدات، يعني بالأمس مساء واليوم كنت على تواصل مع لجان أو الجمعيات التي ترسل المساعدات، ويعني حقيقة حاولت فهم الموضوع بدقة. حتى إدخال هذه المساعدات، ونحن مثلا في المجلس الأوروبي الفلسطيني علاقات سياسية، أرسلنا إلى الاتحاد الأوروبي بأكثر من رسالة أن كونوا شفافين مع المواطن الأوروبي، ولا تكتفوا بالقول أنكم أرسلتم أكثر من 1200 طن من المساعدات إلى غزة، لم تصل ربما ربع هذه المواد لم تصل إلى غزة. ولماذا لم تصل؟ حتى الآن الاتحاد الأوروبي لم يحمل دولة الاحتلال المسؤولية عن طريقة تمرير هذه المساعدات عبر الحواجز العسكرية الإسرائيلية والفحص والتفتيش الإسرائيلي، ناهيك عن آلية أخرى بأن هذه المساعدات تعبر من العريش إلى الحاجز العسكري للتفتيش، وهناك نفقد نسبة من هذه المساعدات، وهناك قضايا أخرى من خلالها تجبر الجمعيات على دفع رشاوي للجنرالات على الأراضي المصرية من أجل التمرير، والإسرائيليين يسرقون المواد التي يرفضون إدخالها إذا شئت. يعني هناك مواد ممنوع إدخالها إلى غزة تظل على الأرض ويأخذها الجيش الإسرائيلي، ناهيك عن مما يصادر من مصر، ناهيك عن الرشاوي التي طيب، تدفع. السؤال لذلك الأهم هنا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، هل يعني المطلوب منه الآن فقط الاقتصار على دور المساعدات الإنسانية؟ هل هذا ما يستطيعه الاتحاد الأوروبي في هذه الفترة؟ الاتحاد الأوروبي امتنع بقمتين أوروبيتين عن الحديث عن وقف إطلاق النار. البرلمان الأوروبي صوت بأكثر من 500 عضو على قرار لم يتخذ به قرارا بوقف إطلاق النار. يعني الإجماع الأوروبي لم يتحدث عن وقف إطلاق النار، وإنما بآخر مخرجات للقمة الأخيرة لم يضعوا موضوع غزة ضمن مخرجات القمة الأوروبية، وإنما اكتفوا بالقول بأن الموضوع تم مناقشته استراتيجيا، وكان بالخطابة الأوروبية بأنه قررنا المساعدات ولا حماس في غزة، لا احتلال دائم لغزة، وكانت قضية أخرى يعني ودعم السلطة الفلسطينية للعودة إلى هناك لأنها الوسيلة الوحيدة للسيطرة على الموضوع هناك. إذا ووجدوا بأنه الدول الأوروبية التي صوتت في الاتحاد في الأمم المتحدة على قرار غير ملزم، اكتفوا بهذا القرار الغير ملزم من أجل يعني القول أننا نطالب بوقف إطلاق النار. الاتحاد الأوروبي ركز على قضية إرسال المساعدات لأنه أولا يعني لم يستطع الخروج بموقف موحد، وثانيا لأن دولة الاحتلال حتى من الناحية السياسية، نتنياهو أعلن قبل القمة الأوروبية بأيام بأنه يندم على أوسلو، لا اتفاقيات، لا حل دولتين، وبهذا صدم الأوروبيين الذين كانوا على مدى عقود من الزمن يعني
كل خطبهم حول المصريين وصلوا القضية الفلسطينية اتفاقيات كانت سلام. ترتكز على حل الدولتين، ولذلك لم يتبقى إلا المساعدات الإنسانية بطريقة مشوهة أصلا. يعني قالوا عن إيصال المساعدات عن طريق قبرص والميناء الذي سيذهب إلى قبرص، وقال الكبارسة أنفسهم الدبلوماسيين الكبارسة قالوا أنه من المستحيل، المسألة صعبة جدا. نعم طيب أستاذ ماهر، أتوجه بالسؤال إليك. يعني حكومة الاحتلال تندمت على اتفاقيات أوسلو وعلى اتفاقيات السلام في ذات الوقت الذي لربما ظهرت دعوات فيه للعودة للقوانين والاتفاقيات الدولية وحل هذه المشكلة عن طريق، أو حل هذا الصراع عن طريق حل الدولتين. يعني لماذا بتنا نشاهد خفوتا إن صح التعبير لتلك الأصوات التي كانت تنادي بحل الدولتين، التي خرجت في بداية يعني طوفان الأقصى، خرجت كما تعلم أصوات تنادي بضرورة حل الدولتين والرجوع للقوانين الدولية، ولكن الآن بتنا نشاهد خفوتا في هذه الأصوات. لأن إعلان يعني الإعلان بنيامين نتنياهو أن أوسلو كانت خطأ ورفض، وبالتالي هذه رسالة تفيد شعبنا الفلسطيني، لأن شعبنا الفلسطيني أيضا هو منذ البداية ومنذ توقيع هذا الاتفاق شعبنا الفلسطيني غير راضي عن اتفاقية أوسلو، لأن هذه الاتفاقية لم تجلب أي خير للشعب الفلسطيني، وإنما كبلت الشعب الفلسطيني ويعني ولم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي. وأيضا هي رسالة إلى السلطة الفلسطينية ومن يعني لا يزالون ينادون باتفاق أوسلو وحل الدولتين، أي هذا الاحتلال الإسرائيلي لا يعترف بحل الدولتين، وإنما هو يريد يعني استكمال احتلال كل الأرض الفلسطينية. وبالتالي هذه رسالة لكل أيضا من حتى للأوروبيين والغربيين ولإدارة بايدن ولكل من ينادي بأن حل إقامة حل يعني حل لهذا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين، دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية، أن هذا الاحتلال الإسرائيلي غير معني بأي حلول أو اتفاقيات أو مبادرات أو قرارات دولية ذات الصلة بموضوع إقامة الدولتين. وبالتالي هذا يؤكد أنه نظرة شعبنا الفلسطيني أن هذا الاحتلال الإسرائيلي استغل هذه الاتفاقية منذ توقيعها، وهو لا يعني لا غير مؤمن بها، والمجتمع الإسرائيلي لا يؤمن والحكومة بنيامين نتنياهو لا تؤمن بهذه الاتفاقية. وبالتالي اليوم شعبنا الفلسطيني الذي قال ودعا السلطة الفلسطينية وطالب السلطة الفلسطينية بأن تنهي هذه الاتفاقية وأن تعلن إنهاء التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، لأن هذا التنسيق الأمني الذي يضر بالشعب الفلسطيني وبنضال شعبنا الفلسطيني هو مبني على أساس على اتفاقية أوسلو. وبالتالي اليوم هذا يفتح الباب أنه لابد اليوم من وقف هذا التنسيق الأمني، أن تعلن السلطة الفلسطينية إنهاء يعني إنهاء العمل باتفاقية أوسلو وانتهاء هذه الاتفاقية وسحب الاعتراف بالكيان الإسرائيلي. وبالتالي هذا هو رد إسرائيل، يعني هذا نحن أمام حكومة حرب تشن عدوان على شعبنا الفلسطيني وحرب إبادة وتطهير عرقي وتدمر، وهي تريد أن تحتل قطاع غزة يعني، وهذا أيضا هو نسف لما يسمى حل الدولتين أو اتفاقية أوسلو. وأيضا الدول الأوروبية والمجتمع الغربي والأمم المتحدة الجميع عليها أن يدرك أن هذا الاحتلال الإسرائيلي وحكومة بنيامين نتنياهو غير معنية بإنهاء لهذا الصراع، وأن هي دائما تحاول وان تستغل كل يعني تشن عدوان على شعبنا الفلسطيني وتواصل الاستيطان والتهويد في القدس وفي مدن الضفه الغربيه، وايضا اقتحامات لمدن الضفه والاعتداء على شعبنا وارتكاب جرائم حرب، وهي لا تعير اهتمام لكل الدعوات لوقف العدوان او سياسه التهويد والاستيطان واقتحام المسجد الاقصى المبارك. وبالتالي هذه هي حكومه بنيامين نتنياهو، وهذه هي الحكومه الاسرائيليه والمجتمع الاسرائيلي بشكل عام. هو شكرا لا يؤمن جزيلا بحل لك، الدولتين كنت ولا ضيفنا عبر الهاتف من امستردام، المتحدث باسم حمله مواجهه قانون القوميه الاسرائيليه الاستاذ ماهر حجازي. كما اشكر ضيفي عبر سكايب من بروكسل منسق المجلس الاوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسيه الاستاذ احمد فراسيني. شكرا جزيلا لكما.